Votre radio préférée. إلى السماء تجلت نظرتي ورنت وهللت دمعتي شوقا وإيمانا، قلبي يسبح الله خاشعا جذلا ويملأ الكون تكبيرا وسبحانا. حفت بنا نفحة الإيمان فارتفعت حرارة الشوق، طاب اللقاء وطاب الموعد بكم أيها المستمعون الأوفياء، ومشاعر نحو العلا تتصاعد ومرائع الروض البهية أزهرت، وجرى بها ماء الحياة مزغرد يسعدنا تواجدكم فيها عند هاد يحمد. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغترب، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بكم مجددا أيها المستمعون الأوفياء لإذاعة راديو أتبير طيلة أيام هذا الشهر المبارك مع الأستاذ المحترم عبد الله أمحلى، ليلقي على مسامعكم سلسلة أحداث النهاية، الرحلة إلى الديار الآخرة، السيسفيون الدين. كما صلى الله عز وجل أن يفتح لنا في هذا الشهر المبارك أبواب الجنان والخير والتيسير، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، واجعل سعينا فيه مشكورا، واجعل ذنوبنا فيه مغفورة، واجعل فيه عملنا مقبولا، اللهم اجعل صيامنا فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول، محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، أحق من ذكر، أحق من عبد، أنصر من ابتغي، أرأف من ملك، أجود من سئل، أوسع من أعطى، هو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، أحال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الأجال، القلوب له مفضية وسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى،
والخلق خلقه، والعبيد عبيده، وهو الله الرؤوف الرحيم، وهو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. قل هو الرحمن فاسأل به خبيرا، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أرنس براك سيمس فليدن ولا تيمس فليدين ليس فليدن إراديو أتبير رسنتني بركات سسيساد ليغان وينون أسايس إيسيس فيون الدين ليغان يتسلسل سلسلة أحداث النهاية، الرحلة إلى الديار الآخرة. السسمي بهرة أيتما استماء الددون دروغ غلم قراد الدرس الجديد لي سوالنا في سلسلة أحداث النهاية، غيك اللي رتسو الغصد أيتما استماء في الدرس الجديد اللي كان الجنازة. النقطة اللي زوار رنسو أيتما غصة في الجنازة، لقتنا يم تفقان يلي غنق الأهل نس الأحباب نس أويند مت السيريد سيرد مدنان أكفنت أويند استجمي اللي كان تلي قران تقد لخرت أيات ما غيك اللي رتسولخ في النقطة السنات القبر الدفن، يعني لقتنا غن تلك من الميت القبر لقتنا خندفن ما يتجرون غميادي. المهم أيتما ديستما قديم الزغنون أدي دون دروغ النقطيات اللي زورن غيك اللي سننا غمص الحصة اللي زرين نسول في لحظات خروج الروح، حيث ينزل الموت بالإنسان وتنزل به الغمرات وتفارق الروح الجسد، يفغ الروح الجسد وفقان وتطوى حياة الإنسان، ثم يوضع بعد ذلك على خشبة الغسل، ثم غكدنا أرد سريد واللي يصحضرنين جينت غمس الكفن أوينت أيتما دستما استجمي اللي جانت اللي خرت. وها هو الآن هتي غلا ديت ما إيجا الجنازة أسنت ميتن أوينت أطن مظلم غيد غشكا ديت ما أفرنسا والغصة. إن ربي القرآن الآية اللي يقول لي زوار، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فلان من هو؟ صاحب المال، صاحب الجاه، صاحب الوجاهة، صاحب العلم، صاحب القوة. ولكن وخ كل جسلان صفتات هاتي ديت ما وسنتميد افخت الروح ما نسرسران ران سرس القبر
تيقمي اللي قران غمس الحياة نس بمجرد يتما لقتنا وسين مدن الجنازة غمس نتقمي ندونيت سكن سرس تيقمي اللي خيرت هان الميتان لوسين أيتما أرسرس نسوال مشينت وريلي مايس فلادن إيوا ولنس والدليل غمس نغنشكاد ما الضروة لإمام البخاري غمس الحديث أبي سعيد الخدري إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا لمعنى الحديثات أيتما إن قس النبي صلى الله عليه وسلم هان الميت لقتنا غموت نسيرت نسيت فقي الأعناق من الرجال هات الميتان نار سرغي سوال مشين تيتما هنكني ورنس فلاد اتجمعت نس ولا ورنس أراغتني يغديوي ربي يموت في الطاعة ربي دور قصنص محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيق الزغول اللي في رضا ربي إيق غماس أهل الجنة يعني الجنازيات تلقى صالحة أريتيني قدموني قدموني يعني مضلاتيين مضلاتيين سربية سري دتفنميين هن كوريش ولتهمي الدنيت علاش يتم اللي غيتيني غنشكاد هاتي الزران لما قامنس إيزد لجنة التيجان إيزد لما قامنس إسيفولكي ضربي إيزد لجنة التيجان غايا نفرة التنتفن أشكونت ورسول يحمل يعني المتاعب الدنيت وكان هن أول نس وريس السفلاد حتى ين غمص البشر أرس السفلاد تغير الدوام أشكولو كان السفلداس البشر نغد الجنة يتما هاتي ريمت الشدة وولا يغاسي السفلد إنا يغيق صالح أريتيني قدموني قدموني يغيق أول جنة أريتيني سربيات أتفنتيين نكوري يسول تهمي الدونيتاد ولا لوم والنس ولا التجارانس ولا ولو أما يتما يغي موت في المعصية يعني تقميس والعياذ بالله يغيق جهنم أريتيني أولاد يا ويلاه يا ويلاه أين يذهبون بها يعني ما نسري ترام ما نسري ترام أيور تفنم أي نور تفنم سريتي سدونيت أسور قس عمل يمكك الأعمال اللي صلحنين إن كانت صالحة تقول هيا سرعوا لا تؤخروني قدموني قدموني لأن علاش عاين مقعده في الجنة إزران ما أعده الله له من النعيم أما يخدق غير صالحة إموت في المعصية أريتيني يا ويلاه أين يذهبون بها من رحمة الله سبحانه عز وجل أيها الحضور الكريم أيتما دستما من رحمة ربي سبحانه عز وجل أنه قد حجب عنا صوت أصحاب الجنائز هان ربي سبحانه عز وجل وراغ يمر أنسفلاد الأصوات نويلي متنين علاش؟ لأن لو كان نسفل الصوت الميت يغيت تعذب غمص القبر نص والنيس يسفد نيت ما هان شديا يقدر أسر سمت وكان أدغن ربي غمص الدنيتاد هان نيت ما
الدونيتاد تقا دار الفناء ولا بالداق سنغيمي تقا دار متاع إن ربي القرآن وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عملات يتقمي ليان أبدية دار البقاء تقد الآخرة أدغن يستر ربي يتقمي السطريات الدنيتاد ليان تل متاعب المشاكل الهموم أركيغ نكشم سلجنت يردف اللتن ربي وكان يتمع هاد الجنازة يد تلك من القبرات بيت الغربة إلى بيت الوحشة إلى بيت الضيق إلى بيت التراب إلى بيت الدود هاد الجنازة ياد تفغن غمس التنعم بعد ما استنك وفقان إلا غمس التقميس يعيش غمس القصور يعيش غمس الفيلات إلي ندرس الأنواع السيارات أريد تمتع سلمتاع الدنيا الملذات بعد ما استني كيعيش غماص من رفاهية أيتما هاتي غصاد ريكشم استقمي القابر تقمي أنت قتي الغربة ورقسي اللي حتيان أبل العملك يغيق صالح انتان أرديكي لي يغيفولكي بالحاق غصن تعملت غماس بدون تاد تقمي انت اللاس يقتل القبر تقمي الضايق يقتل القبر تقمي وكال يقتل القبر هان يتما وراك قيسين فعو المال هان يتما وراك قيسين فعو الشرف ولا القوة ولا الشجاعة وراك قيسين فعو أبلا كر العمل يقن صالح أيها المسكين ستوضع في هذه الحفرة الضيقة لا أب ولا أم ولا أخ ولا ولد ولا أحباب لن توضع لك الفرش الحريرية لا أحد يؤنسك إلا عملك رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك ولو ضلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا العمل مع رحمة الحي الذي لا يموت هنك لا نخكن فلن هن نرديك قيسي لي ولو أبلا الرحمة نبي اختقيت غولي متنين في الطعام وكان غايا النفى بدنتيني هان يتم القابر أريد تقى روضة من رياض الجنة أوم من لي موت نفطعا نقدر تقى حفرة من حفر النار إي وكفري واللي موت في المعصية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحديث جن عظيم أرى قسيس بيان بأن الدنيتا ديت ماها نردون إن يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع إثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله المعنى الحديث ذي النقيس النبي صلى الله عليه وسلم الميت لقنا غموت هنرت التبعين تكرت المسائل أدي ست منان تلقي سنتي زوار الأهل نس اللي رتني تفن الأحباب نس ديم الدكال نس تيسنا تييت ما أرتي تبعو الملنس تيس كرت المسائل أرتي تبعو العمل نس وكان لقت نحكين في نغمس المقبرة آت ترين سنة المسائل تغيمين ديك يات المسألة المسألتين سنتان لدي ترين أردي ترين الأهلك دلمالنك أرنديك تغيمي العملنك واحد تغمس القبر لقت نغدرين يتما المال دلورثة
هان المهمة نسن ورتيقى بلا أتقسم التركة اللي دي تفلت بعد ما درك الأموال قوتنين أرسل شنت نعامد أرسل شنت سكرت الأعمال الصالحة نغدى شنت سكرت المعاصي لقنا غدي تريد أين دي تفلت هان نرت تقسام الورثة يتما هان نرسل قسد تعيد سوالو بالحق يختين تكيت تحييت أكو دانا رتستغلت المال منك سكت سرس العمل الصالح إما يختديت أركي ختموت تايت ما هان الملان ورسولي قيوينك أرت تقسم الورثة الليليان ورتايكسول إفو الحال علاش لأن حتى انتني رت متغرو الدنيت حب الملان غيك اللي تحبيت حتى كي غماس لحياتك ايتما ديستما غيلاد رنمتي باش انساول لقتنا يقل القبر ففقان لقتنا اختين مظلوم ما يتوقعن قبل غونشكاد ري غدا ونسبينا بأن التوكل في ربي سبحانه عز وجل هان أريد ترزوم يالباب إيقان صالح إفولكين بهرة وأن يعتقد توكل في ربي ثم توكل على الله سبحانه عز وجل هان ربي ورتخيب أبد الآبدين وكان بشان السن حتى أيتما هاتي الباب التوبة إمورزن إيوان يسكر المعاصي هانا دور تسفلت يغون شكاد تسفلتي الموت تسفلتي اللحظات القبر تسفلتي اللحظات الخروج الروح تسفلتي الجنازة تسفلت كل شيء ما ياد وكان في قصات نيت هاتي نكي سكر غاد ليان دان بكذا سكر ليان دان بكذا ورف التي تبربي وهو يقما ولكن من أول ما هان ربي ريترجو التوبة النون هان ربي حب أفغان أدي وري يتوب غيك اللي سنة ربي بالقرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يعوض ربي إنا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إزايد ورقاس مربي النبي صلى الله عليه وسلم منا أردتني ربي غماس الحديث القدسي يا ابن آدم النداء إن ربي سنداء يسياء النداء يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا يسندما ما دم ريت دعوت أريد ترجوت أريد تنيت ذاك غفره هانك إن رضاك غفره الدنوبنك كنا رانقينت يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يعني ربي سبحانه عز وجل هات أريد ترجو ففقان غرقاز لا تتمت
يخسكرن الذنوب الدرين استغفرن ربي سبحانه عز وجل هان ربي تقبال توبنك هان ربي تقبال توبنك هان ربي تقبال توبنك أكوري غر الشيطان العيب واللي تيقان واللي استمرن غماس الذنوب الخطايا هانا يتمل باب التوبة ينورزم إيوانا يزنان إيوانا يفسدن وانا يسوان الشراب وانا يشان الحرام أي ذنب تسكرت توبت ربي قبل التمت هان ربي قبل التوبانك أشكر رحمة ربي وسعت رحمة الله وسعت وسعت ما بين السماء والأرض الرحمة ربي هانتو تي الغضب نص الرحمة ربي هانتو قوت في الغضب نص سبحانه سبحانه عز وجل قيل لحاتم الأصم بماذا حققت التوكل على الله قال على خصال أربع سقسان أرقزاد اللي كان صالح ناس مانك استحققت التوكل تحب تربين كتسنتي سلا الناس نهنك التوكل في ربي سبحانه عز وجل حقيقت يتما سربعاد الخصال إن قسنت علمت أن رزقي لا يأخذه غيري سن بأنه الرزق الذي يزنر به هنرتيوي احتيان أبلنك فاطمع أن قلبي ارتاح غيونشكا وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به سن بأن العمل اختور سكرغ هان نري اللي مريت يسكت سواء يقى العمل يصلحن ولا يقى العمل ويصلحن إن ذا وعلمت بأن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره سنغداغ بأن الموت يسرد سريتاشك في رمشة عين وراي يتعلم غينا أفعملغ العمل الصالح وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية عاود سنغ بأن ربي سبحانه عز وجل أريد طلع في الأعمالين يخفو الكين ولا يخشن فاستحييت حشمغ أي ربي أتسكر كر المعصية لي وري لي أتسكر كر المعصية لوري حبي إذا أنا يتما أبعاد الخصالات وأنا غلانت يلي درسيان التوكل كان عظيم قراص ربي هان ربو راك يخيب أبد الآبدين أيتما ديستما أغلق القبر وصرت وحدك يا مسكين يقنف لك القبر أي أفقان تقيت وحدوك غماس الظلمات وكال تقيت وحدوك غماس تلاس وكال أركن في المال أركن في عين تروى أركن في عبل العمل الصالح اللي عندك تويت اللهم آنس وحشتنا في القبر يا أرحم الراحمين وكان يتما يغوند الحديثات لذر والإمام الترمذي وابن ماجه والحاكم بسند حسن كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى سيدنا عثمان رضي الله عنه نان لقنا غبد غمسي قلك نكر القبر أريلا رضي الله عنه سقسانت امدك الانس فقيل له ما الذي يبكيك يا عثمان بن عفان مكي السلان عثمان بن عفان لقنا غقد نسبين نغد نسولاك في القبر نغد تلكم ديقي الكران القبر أرقست اللات بهرة بهرة إن ياسن عثمان يجاوب اسن رضي الله عنه إن ياسن فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا إن ياسن
إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. إن يسن يغيد تنام كرف الجنت، وريت همي تنمي كرف مس العذاب جهنم، وريهمي أشكون ديغلي غمس الجنت أرتنعام قري ديت ما يغلي غمس جهنم أرتعدي بقري ديت ما. أما القبر رجس واحد يي ورجس اللي ميت جان أسمون أبلا القبر أبلا العمل الصالح يختني وير. يعودنا إن القبر أول منازل الآخرة، هن يتم القبر إن عثمان بن عفان أريد تجمي إما تجمي الجند أريد تجسي سبيان ربي سبحانه عز وجل غمص نتوزمت القبر قبل قيام الساعة ترتاحت تعيش النعيم تنيت الحمد لله. نغد أرقسي سبيان ربي تيقمينك تلن غماس جهنم تريت غماس العذاب اليوم القيامة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. إن النبي صلى الله عليه وسلم هنور جزرير ما يشقان القبر، هان القبر يشقى بزاف بزاف ورزدار وفقان أي تحمل العذاب نس، ورزدار وفقان أي تحمل العذاب القبر. غوش كان أغنى النبي صلى الله عليه وسلم لغ إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعلماس الدعيات الناس أرثنيات غنشكا الدعيات يتما زر اختياب بدون إدغام غمص الدرس اللحظات خروج الروح الناس النبي صلى الله عليه وسلم أرسي قتات أرتنيم اللهم إنا نعود بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هن يتمد دعيات يفولكي أستنعلم إلى زوج النغ يفولكي أستنعلم ولا حتى يتروان يفولكي أستنعلم يوانان السن يقفل يطل وصية يقن عظيمة أيتما أستنعلم يميد باش أقسنوي لاجر يفولكين. وصدق من قال وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبر على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسكب الدمع من عينيه أغرقني وقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني
وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إله من يخلصني. تقاسم الأهل مالي بعد من صرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني، واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي، وحكمته على الأموال والسكن، وصيرت ولدي عبدا ليخدمها، وصار مالي لهم حلا بلا ثمن. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا جميعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا، عسى تجازينا بعد الموت بالحسن. أيتما دستما يورون القصة هارون الرشيد لستني كان تلدرس ديال القوة ديال الشجاعة للدر الليل عداد الأموال، ولكن أيتما شفات الملك هارون الرشيد القوة الشجاعة لدرس اللان لغ أزد يشكى ملك الموت يلي أيتما غماص الفراش الموت. لو كان أريد تنفعو المار رينفعو هارون الرشيد، لو كان أريد تنفعو الجاه الشرف القوة الشجاعة رتنفعو هارون الرشيد. اقترب الأجل وأقبلت النهاية، لقت لغزد يشكى ملك الموت، صافي ريفو الروح نس الجسد نس. أري الله هارون الرشيد إن الآية القرآن، إن ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. وأصر هارون الرشيد إن ياسن القوم نس، إن ياسن الجنود نس، إن ياس أحملوني لأرى قبري، إن سويتي أتزرغ تجمين لخرت. فنظر إلى قبره ثم بكى بكاء شديدا، ثم رفع رأسه إلى السماء لغزرة تجمينس يقتل القبر اللي غريفو غماس القصور اللي اختنكا يعيش قيسن، اللي غريفو غماس ندل الخدام الجواري، اللي غريفو تقمين الدنيت يزر تقمين الآخرة، يزر القبران اللي قنضيق الحفريان يولا قيون السيقنوان. ثم رفع رأسه إلى السماء إنه انشكاد، إن يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. آي أفغان هان كوريا والشيطان، آي أفغان هان كوريا غر الشيطان سقوط المعاصي الذنوب، هان كورت هم الدنيك تتوت الموت تتوت القبر تتوت الوقوف بين يدي الله. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها
تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الدليل ولا يبقى الغني ولا الفقير. أي كما استماع غنشكاد أدريغ التدويغ فماس الموضوع الجنازة غلادة يتما السسمي باهرة يمسفريد عزانين أنمتي ديدون الديدون دروغ نقطة السنات اللي كان القبر. وكان الحديث اللي دويغ أفل السولغ يقت الحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه إن خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فلما انتهينا إلى القبر جلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر حافة القبر وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلمون وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكث به الأرض ثم رفع النبي رأسه فنظر وقال لأصحابه. المعنى الحديثات إن البراء بن عازب صحابي إن الفوغ النبي صلى الله عليه وسلم المعنى ووال المعنى الكلام الحاضر غماس الدفن يورغاز غمص الأنصار إن النبي صلى الله عليه وسلم يبد في قل قبر يسي يوكوراي نغدي العود غفوسنس ينكث به الأرض ثم رفع رأسه إن الصحابي نكني نفيس كل ياغ كأن على رؤوسنا الطير زيدو كان يخدقيت كرام الطير في قوغيون بلاد ولا يحرك ستسقياد ولا خطع يعني تسودهم الطمأنينة والسكينة والخشوع وريقي غيكي اللي نسكر نكني أيات ما لقتنا غنيوي لميت التين ندفن تفيت نميد أرسوان غيكي القبر يلقي الصداع إلا ما داكو قيسي تزين إلا ما قيسي تمجحين إلا ما قيسي أكو سوان في الغيبة النميمة وهوي الصياد أنس بأن القبراد الموتاد يزتوى لكيقا الصياغ أن تدعو الميت أن تني اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اغفر له اللهم ارحمه ماشي أنسل القوت جمعت القوت الغيبة النميمة رجي القبور هن غيكان ورتي تسكير سنة للنبي صلى الله عليه وسلم ولحتى يسكر الشرع للإسلام الدريغ أنفصل حديثان إن رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر وقال اسمق القتن إن استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر إن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يد تنيت اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم أجرنا من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم أجرنا من عذاب القبر استشلحيت يا رب دخت نجوت غماس العذاب القبر يا رب دخت نجوت غماس العذاب القبر يا رب دخت نجوت غماس العذاب القبر إن النبي صلى الله عليه وسلم كراتك أيتما إن يسن الصحابة لياس حضرني إن يسن إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس
إن ياسن هان العابد المؤمن واللي يوفق ربي إمت في الطاعة نص وريموت في المعصية هان أردس دي السكا يربي الملائكة غماسي جنوان لوقت نغري فوق الروح نص الملائكة تاد قانت كل النور بيد الوجوه ودما ونسنت بلو الباه راس النور كأن وجوههم الشمس ماد دي سنت وينت الملائكة ديت ما الملائكة داد من الرحمة أرطني الصفي ضبي باش أتحضرن الوفاة نغد الممات ومناد اللي مرفق الروح في الطاعة نربي دور قسنس أردي استوينت الملائكة تد معهم كفن من أكفان الجنة أردي استوينت الكفن غمس إجاز زويل جنتوري من الدنيت الحانوت من الجنة أوريك الحانوت من الدنيت إن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلسون منهم مضى البصر أرجس انت اسمه قول وغد لي إلا نغمس الفراش الموت اللي موت مفطعت نربي اللي موت نقى أموم أرجس انت اسمه قول أرجس مقول غمس الملائكة تدن الرحمة مضى البصر غنشك اللي سيسمه قول سيزرين عن بعد ثم بعد ذلك أريد تفرح أريد تبتسم هاتي غنشك أن يتمال وقتنا غن الله دروا اللي تمتات إلا غمص الفراش الموت ربما أريد تبتسم أريد تصا ولكن كنور نسينا وميت تصا هانا يتما أريد تبتسم أريد تصا الملائكة الرحمة يزرك للملائكة قانين نورانية يزد نطيد ربي يفرح سن فرح انتاس حتى انتني السن إز المقعد نس إز الجنت ثم يجيء ملك الموت عادي المدينة ديشك الملك الموت يجلس عند رأسه فيقول أريد قوار غدار أبيو الميت وإني نكنورة نزرة أريد تيني غشكا يا أيتها النفس الطيبة والروح ومؤمن اللي يسكر الأعمال في الكنين الصالحة واللي تدون تظلي تغلق تنس ولا أزوم أرسكال الأعمال اللي صلحنين اللي في الكنين غضر ربي يا أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان أرستني ملك الموت فوضى الروح وفقانو مومن يصلحن سلم أغفران ربي الرضوان ربي هان ربي يغفرك الذنوب منك هان ربي يرضى فيك إن النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها أي الملائكة فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ثم فيجعلوها في ذلك الكفن أتتقنت الملائكة اللي ديوز نربي غمس الكفان الجنة قنت غمس الحانوت الجنة هاتي غنشكنا يا إتماع أفتلي يتريحت إقن من المسك تفوح غمص البيت اللي خلو يفوق الروح ومؤمن اللي موطن في الطاعة وكان هو اللي حاضرنين يغون شكاد ربما زران ماشي الدور ماشي سين ارتنين لا إله إلا الله ارتنين من اللي حاضرنين ومؤمنا اللي كنا غير فوق الروح ارتنين لا إله إلا الله والله رغيت للريحت المسك ورنسين ما يديتك هان الروح نس أيضا طيبة انطت أيضا طاهرة انتات أي فلن الريحتان المسكان اللي موري اللي الميتلنس غمس الدنيت إنا فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها أو انت الملائكة اللي ديوز ربي فلا يمرون على ملأ من الملائكة غمسي جنوان سماء بسماء يوين رب سبحانه عز وجل إلا قالوا أرسلتني انت الملائكة اللي فزرينت غي جنوان
يعني سماء بسماء، إلا قالوا ما هذا الروح الطيب؟ نانت الملائكة يطيا ما يقال روحاد يفولكين، ما يقال روحاد يقال الطيب. فيقولون وهو تتسنم فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه به في الدنيا. أرس تنينت الملائكة يطيا وهو تسنم أفقاناد وتسنم السيداد وتسنم أرقزاد وتسنم توتمتماد، هاتي غوا دايقان نخطخطا دايقان فلان بن فلان اللي در للأسماء فولكيني نغدونيت. يعني السيدة دار إسكال لعمال صلحن، السيداد نخط السيداد وريد تعد أخوة جار وليش الحرام ولا ريسك المعاصي، دائما أريد ظل غلوق، دائما أريد تزوم، دائما أريد كرمي فلكين، أي اللي غدي تشكى الموت تفتيد غماس الحلياد اللي فلكين. إن النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه به في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، آخر السماء، فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي إلى السماء السابعة. يعني رزقيز الروح وفقان إوينت الملائكة سماء بسماء كريقت الملائكة النف إزري أرستنينت اللهم اغفر له اللهم ارحمه، أركت دعونت أي فقان أي رقاز أتتمت واللي يموت نفطعت نربي، أركت دعونت الملائكة. شوف الدعاء الملائكة يا دركتنينت أترحم ربي أدصي اغفر ربي اللهم اغفر له اللهم ارحمه. زرمش قد الملائكة ذاك تدعون من السماء الأولى السماء السابعة، فيقول الله لقنا ونتلك من روح من ربي سبحانه عز وجل أرسل التيني اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيد عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. لقنا ونتلك من روح ضرب أرسل التيني اكتبوا كتاب عبدي في عليين، هان السيداد اللي موت مفطعتينو أرقزاد ولا تتمت قتين غماس الجند أقس اتنعم، أي لي غماس ننعيم الجند أدوري تعديم تسريم الروحنس سوكال. علاش؟ لأن أيتما الجدة الجسد لقتنا تفوق الروح هان ريت جوتة هامدة، وكان الروح أريق لي صدر ربي سبحانه عز وجل سلحياة برزخية أرنمط الجساد أريت لي غماس القبر أرقيس التدفين أرقيس اشتوكال أرقيام الساعة غشكاد أرمزر إن شاء الله غشكاد لي غدي يقول غماس الدرس. إن ربي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. علاش؟ أكان خلق ربي انتان أغران تمضيل انتان أغران داغن تبعيد يوم القيامة. إن ربي اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيد عبدي إلى الأرض سريت الروح سجدنس وكان أكير إزري غدر سؤال منكر نكير، لأن لابد لقنا غنمض الأفقان هنا يتما لابد أدز يوري الروح نص القبر. علاش اللي غير أدز يوري الروح نص القبر؟ أشكون لابد من السؤال الملكين، ما يقن ملكينان سنان ينقسم اسمس منكر ينقسمس نكير غويد أي تكلاف الأسئلة، وكان الأسئلة اللي فرد أخسان هاتي رتن الزري غلب إن شاء الله. إن فتعاب روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان، واش كاد فرق سكسان غيكاد اللي ستحسوت غمس دونيك يخد قول دل أهلنك دل أحبابنك هان الروح رادا صيام ربي أدداغ يوري سلقابر يلي دا غمس الجوتانك تقورت غمس القبر، ربما ميد نغرى درك تنين هاتي القبر يضيق
ورقسي لي ماني اختقورت ولا ماني اختسكست ولا ماني رقسي لان لملكا. هان يتما القدنا ربي تقواسعة، هان أموم الفلاس يسوسعو ربي القبرنس مضى البصر. الحمد لله غونش كلي ستسمو قولت لونش كلي سنطلوحتي زرني مكيغ الدونيت أرسر ستمنات أرسر ستسمو قولت هان غونش كان أففلاك يتسعو القبرنك ورفلاك يتضياق. إن فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك؟ فيقول ربي الله. يخكيت بتربي رتنت ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. يعني لقنا غدي يوري الروح سالجساد وفقان غمص القبر يغيقا غموما رستنين الملائكات اللي تكلفنين سالأسئلة ما يقال ربين رسني التيني ربين ويقات ربي الوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ناس ما يقال دينك إنا يسن الدينين ويقات الإسلام. ناس ما يقاور قزاد اللي دي تبعات قيقون أرسني التيني إيقا محمد رسول الله أرقاص نربي أرسني مسزت سنتغونش كان أرسني التيني هان غريغ القرآن غريغ الكتاب نربي أمن خسرس ها صدق ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سماديوي ورقسنس محمد رسول الله لكتاب نسي عزان غنش كان أسيتني وفقان الأجوبة نس يختيف قربي يجاوب إميان وراي تعدي بغمص القبر نص إنجو تربي غماس العذاب القبر. أنتمنى ربي سبحانه عز وجل أرتم ترجو أديت بت اللي سنغ فغون شكاد لفرياغ استسامون كيرد نكير ما يقان ربينك ما يقان دينك ما يقان النبينك ما تسند فرقصن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادما ديوي غنش كان فيتم ربي سبحانه عز وجل ايتما ديستما يا المنادي غماسي جنوان يا الملك إن يصدر بي أم صدق عبدي هان العبد ويغزان يجاوب الأسئلة الملكين فأفرشوه من الجنة شكشمات سلجنت سلسيماس غماس الجنت ترزماس الباب الجنت تجيمتي أي لي غماس النعيم أدوري لي غماس العذاب. وكان هان بناد من لقنا غلا غماس القبرنس يغي قاموم يمتفطاعة يجاوبي الأسئلة الملكين هانا يتما أريد تعيش غماس النعيم الجند الجساد أرتيش التوكال إما الروح هو تغلي غماس سماس الحياة البرزخ أرقيس يتعيش النعيم يضنين. إن أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مض بصره ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة رب أقم الساعة. نعاود لنا شلحيت أرس إتني ربي الملائكة فرشة سنتي قمين صغمس الجند
سنسي ماس غمسن اللباس الجند طرزم ماس الباب الجند أي لي غماس النعيم كان عظيم فيأتيه يشكيد يعني غماس يزي القبر اللي غيله وفقان ينوع عن الروائح الطيبة يرزم فلاس القبر نص ينسع فلاس القبر نص مضى البصر يشكي تسرس يا ورقاز إيقان النور يأتيه رجل حسن الوجه يفول كود من سباهرة بهرة إلا قيس النور حسن الثياب اللي بس نسي فولكي طيب الرائحة درسية الرائحة يفولكين مساي ستينيت كيي غمصي الزل قبر رستينيت ما تقيت أركي التيني نكينا يقان تظليتنك نكينا يقان وزومنك نكينا يقان أعمالك الصالحة اللي تسكار تغدونيت نكين أي قان أي اللي استسردي تربي غماس الدونيت أبشر فرح بالذي يسر غماس النعيم هان الجنتي قال ما قامنك هان غصاد الدار كي قان غصا غصاد الدار كل يوفن السان يومك الذي كنت توعد غصاد الترجوت نكين أي قان عملك الصالح نتسنت كيين وجهك يجيء بالخير ودمنك يويد فولكي أركتني إيه نكينا يقلن عملك الصالح فتقول أرتنت كي غز القبر ربي أقم الساعة يا ربي أمر القيامة لي يا ربي أمر الدنيا تتقرب يا ربي أقم الساعة يا ربي أقم الساعة ورسول تريت أديت وريت سدار الدنيت ورسول تهمي الدنيت أقما ولك مين والتما ورسول إهمي المتاع الدنيت ورسول همين الأموال ولا تجمع ولا الأحباب ولا تروى ولا يمدكال اللي غنظريت لمقامنك يقات الجند تنيت ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة ورسول تريت أديت وريت تريت أتعيش لحظات من النعيم غماس الجنة وكان يتما أتمنى أكون السسم مياد إن شاء الله غنشكاد أي كان المقر يديتو أي كان المقر قريديتو غماس الدرس الغصة وكان أرد درصاد يضنين إن شاء الله اللي ريلي هان رقس كملغ إن شاء الله رسول زيد رنساول في القبر رنساول في العبد عبد الكافر فكفري منيك أداس التقاع غماس القبرنس أرتمنى ربي سبحانه عز وجل أرتترجو أداغ يتبت القول التابد في الحياة الدنيا وفي الآخرة أداغ انجر بي غماس العذاب القبر أداغ انجر بي غماس العذاب القبر أداغ انجر بي غماس العذاب جهنم اللهم تقبل منا الصيام والسجود والركوع اللهم اعتق رقابنا في هذا الشهر المبارك اللهم قرب فيه إلينا مرضاتك ونبهنا فيه عن نوم الغفلة والكسلان اللهم اجعلنا فيه من المستغفرين اللهم ارزقنا فيه طاعة الخاشعين اللهم اهدنا فيه إلى صالح الأعمال اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم احفظنا من الأمراض والأوبئة والطف بنا يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أرونتني تنمير النون باهرة إرغان فمس فليد النون أر كيغداغ نمكار ديدون غل مقار يدنين إمس فليد عزانين السسمي باهرة أدون النيغ تيمن سيوين تسعديين أكوني قربي دولي ربحنين غماس والمقارات
داغي ربي ويلي ينجا غماس العذاب الدنيت ولا ويلي خرت ايتما ديستما اركون تشكر باهرة اللي غدي تقام يمزغ النون تدروم ديدن المقراد غماس اللي داعى نراديو اتبير ار ازكا يضنين ان شاء الله غسايس داح يسسفي وندين اللي كان سلسلة احداث النهاية الرحلة الى الديار الاخرة اللي غرد دار نساول في الدارس يضنين نكمل قيس ان شاء الله العذاب القبر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الدوم شاركت على قناتنا غيلاد ادرف البطوله الزجاق دنا قصاده فدك راح ميلونا او تفتت تسترتين جام تنمرتنج. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.